عمال تقول لي تعالى صور تعالى صور اديني كده. أيوة صور. لازم نيجي نصور النهارده. ده تشكيل الصواني ملامين ما شاء الله. تمام. كل حاجه وكل المقاسات. حلو قوي. انا جيت عشان اصور اهو اشوف اللي انتوا جايبينه ايه. تمام. عليه القيمه الفيديو ده ينزل. ما لهوش القيمه الفيديو ده مش هينزل. تمام. حاجه عليها القيمه هنا وكل حاجه موجوده جميله جدا. طب انت عندك ايه بقى يا معلم؟ دي صينيه عشاء. دي صينيه عشاء ملامين ثقلها هيت اكتر من 5 مللي. بص 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 التخانه بتاعت اللي بتاع دي ما بتتكسرش. دي ما بتتكسرش لحد يقف عليها. اساسا ايه ده صبه يا ابني. بص وريني. وريني بقى الاشكال بقى. لا وريني اشكالها. اشكالها قرب كده على الاشكال اهو. وريني وريني. كلها تحف يعني. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ اوف دي جامده قوي بقى دي. دي جامده قوي دي. دي حلوه قوي دي. دي صواني عشا كبيره مقاس الكبير. دي اشكالها كلها. بس دي بقى اللي هي الخمسه بتاع 5 مللي ده كام مللي ده يا ابني ده؟ ده 7 مللي باين ولا 8 مللي. دي تقيله صينيه ب 250 جنيه. تمام. ارجع كده. ايوه وريهم وريهم الحجم. بصوا الحجم ده كده الصينيه عامله 250 جنيه بس صينيه. صينيه يعني دي تعيش بقى العمر كله. تعالى كده وريني في منها بقى المقاس الصغير. وريني برضو اشكالها كده والمقاسات ايه. في المقاس الاصغر دوت بتاع الفطار ده الفطار. وريني دي بكام؟ 150 جنيه برضو. نفس التخانه برضو نفس التخانه عشان في منها خفيف. بس دي بقى دي التقيل. دي طبقتين يعني اكنها صينيتين بالظبط بس هي صينيه واحده. الخامه بتاعتها هيتعمل منها صينيتين في الخفيف. الشوكولاته دي حلوه برضو. وريني بقى كده. وريني وريني. لا اتفرجنا على الرسومات. الرسومات تحفه بصراحه. التركواز دي جامده جدا حلوه قوي. ورينا يا عم ورينا. قلب 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 برضه عشان العرايس اللي بتدور على الصواني الفرداني كلها فرداني النهارده. المقاسات الصغيره كمان تحفه يعني حلوه قوي. ماشي يعني كفايه كده عشان عندنا حاجات كتير ومش عايزين الفيديو يطول مننا. محمد يرص وراك. رص يا محمد وراك. وريني بقى الصغنونه خالص دي. دي الفطوطه بقى. دي الفطوطه. لا وريني اشكالها كده. وريني العيال الموتوسيكلات وبتاعتها. بص دي 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 صينيه صغيره. ناس كتيرة بقى بتشتكي من ايه؟ تعالى كده صور كده. اليومين دول في دروس وبتاع والمدرسين بيجوا البيت يدوا دروس مبقاش عندنا صواني صغيرة ايه نقدم فيها. دي بقى حلوة قوي. دي بقى للتقديم كوباية واحدة او كوبايتين. في حاجات برضو اكبر شوية للكوبايتين بس الصينية مربعة دي شيك قوي حلوة قوي. وبكام بقى يا معلم؟ ب 20 جنيه. ب 20 جنيه بس. ب 20 جنيه. قطعة ب 20 جنيه. ملامين برضو وتقيلة. لما يا معلم. دي حلوة قوي دي. وريني دي كده. دي جميله جدا. طب تعالى كده على المدور. في ثلاث مقاسات. دول ثلاث مقاسات. ده الكبير. البتاع ده بيتمسح من ايدينا يا عم. وريني كده. ايوه دي كده ب 35 جنيه برضه تقيله نفس الخامات بالظبط. دي ب 35 جنيه ودي 55. امسك اللي فوق. دي 55 ودي 75. تعالى كده حط الثلاثه كده جنب بعض. دول الثلاث مقاسات 35 55 65 انا اسف. دي الكبيره بتاعتهم 65 جنيه. موجود منهم الطقم على بعضه هنوريه لكم. هنوريه لكم اشكال ورد. تمام. 35 و 55 و65. دي حلوه برده قوي. دي عامله 50 جنيه. مقاس برده كبير ياخد مثلا 3 4 كوبايات. برده ملامين وبرده تقيل حلو قوي وضد الكسر كمان. دي عامله كام فلوس؟ 55 جنيه برده نفس المقاس. شكلها بقى شكلها حلو برده وليها الحيطه بتاعتها لو حاجه اتدلقت مش هتقع. ودي بقى دي ب 30 جنيه المقاس رقم 2 وده رقم 3 ب 40 جنيه. المقاسين برضو اشكالهم بصوا بالشكل ده. الاشكال كلها حلوه جدا والله. الاشكال كلها تحفه. انتوا بقى لو اللي حابب يطلب دليفري بقى بياخد سكرين من على الايه من على الفيديو ويقول لنا بقى واحنا ممكن نصور له كمان الاشكال تاني مفيش مشكله ويبعت على الواتس ونبعت له اللي هو عايزه. تمام. هات لي بقى اللي بعده. الصينيه ديت جميله دي. دي جميله قوي بقى. دي مقاسين. دي بقى اللي هي بتاعتنا بتاعت زمان. نازله ب 25 جنيه رقم 2 ورقم 3 ب 35 جنيه. 25 35. دي بقى 25 جنيه رقم 2 برضه. دي حلوه قوي شكلها شيك قوي بقى. اشكالها برضه كتير واشكالها برضه حلوه. حلو ده برضه القلب ده. ده برضه شيك قوي. البراد ده برضه. في براد تاني اهو. رسوماتها حلوه واشكالها كلها في منتهى الجمال وكلها شاي وقهوه والكلام ده كله. تعالى بقى على الطقم. فرجني بقى اشكاله. بصوا ده طقم ثلاثه زي اللي احنا قلنا عليه اللي هو اللي هنا ده. اللي هم دول بس ده الطقم على بعضه. الطقم بالكرتونه بتاعته 175 جنيه. ثلاث مقاسات زي ما احنا شايفين.
ده طقم شكل تاني نفس الطقم بس رسمه تانيه. في شكل تاني برضو من الطقم اللي هو المستطيل ده المدور، وفي منه المستطيل ده شكل تاني برضو من المدور. وريني كده بقى، وفي اشكال تانيه برضو جوه الكراتين يعني. وريني بقى المستطيل ده شكل اهو من المستطيل، 175 جنيه برضو التلاته، تلات قطع تلات مقاسات جوه الكرتونه بكام؟ 175. ايوه انت بتصور وانت ساكت مش تلغيني كده. ايوه 175. ماشي وريني اشكالها مبينه في الفتحه. ايوه وريني الشكل ده كده، ده الشكل ده برضو حلو جدا تحفه بجد، في اشكال كتيره حلوه. وريني يا عم كمان انت زهقت ولا ايه؟ ويلا يا عم احنا لسه هنشتغل وهنرص والكلام ده كله. كل الشغل الملامين ده كله يا جماعه احنا هنا في معرض صفايا زغلول، لكن كل الشغل كله رايح السكه الحديد، رايح فرع السكه الحديد. بص الشكل ده، بص والله العظيم تمتعت جدا. وسعر اللي هو بتاع زمان 175 جنيه الطقم يعني ببلاش والله. اديني كده عندك شكل كمان، اوه ده برضو تحفه حلو قوي برضو الشكل ده، 175 زي ما قلنا. دي كل الاشكال اللي جت، ودي كل الاشكال اللي موجوده عندنا، واللي حابب يطلب زي ما قلنا هيطلب من الدليفري على الرقم بتاعنا وهنودي له لحد باب البيت. كده يكون الفيديو بتاعنا انتهى. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش لايك. اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي، والسلام.